مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للحديث عن موافقة الحكومة على مقترحات كيري والتحركات السياسية نحو عقد جولة جديدة من المباحثات السياسية. أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المقترحات المقدمة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الاجتماع الرباعي الذي انعقد في مدينة جدة قبل أيام، ولكن مع استمرار الرفض من قبل الميليشيا لا يبدو أن هذه المقترحات ستجد طريقها لتصبح أرضية لحل سياسي قريب للأزمة اليمنية. لا يبدو هذا الرفض سببا وحيدا لبقاء المسار السياسي خارج الفاعلية، فمتغيرات عدة عطلت هذا المسار وجعلته يدور في حلقة مفرغة من الجمود وإنتاج مقاربات قد لا تؤدي إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية. مؤخرا بدأ أن الأزمة اليمنية تسير وفقا لإيقاع تفاعلات القضايا الإقليمية المتشابهة والمتشابكة، وهذا ألقى بظلاله على مسارات حسم وحل الأزمة اليمنية سواء على الصعيد العسكري أو السياسي. هذا المساء سنناقش مع ضيوفنا فرص نجاح مقترحات كيري في تحقيق تقدم على مسار الحل السياسي وتأثير الظروف الإقليمية والدولية على الأزمة اليمنية، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. يستمر التفاعل الأحداث على المسار السياسي للأزمة اليمنية على نحو مربك، إشارات متنوعة لا تكاد تشير إلى شيء سوى استمرار الجمود القائم الذي يبدو أنه سيطول أكثر مما مضى. لا تبدو هذه النظرة التشاؤمية بلا سبب، فكل التحركات السياسية لا تزال تدور حول ذات النقطة التي توقف عندها المسار السياسي منذ لحظة انطلاقه، وهي كيف يجب أن يأتي الحل المرتقب. وحتى الآن بقي السؤال معلقا بلا إجابة، وبقيت الهوة الفاصلة بين الرؤى كما هي، ولم تفلح كل المحاولات في جسرها أو التقريب بينها. فمنذ انتهاء جولة محادثات الكويت دون التوصل إلى نتيجة والحديث عن العودة إلى المسار السياسي يكتنفه الغموض والإرباك. وحتى الآن ورغم الحديث الكثير عن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والميليشيا، إلا أن تلك العودة لا تزال تقابل برفض الميليشيا لكل المقترحات المقدمة، وبإصرار حكومي على عدم العودة إلى الطاولة لن ينتج عنها شيء كما حدث في الجولات السابقة. مؤخرا جاءت محاولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتحقيق اختراق على جدار الاستعصاء الذي باتت تسير عليه الأزمة اليمنية، إلا أن الواضح أن مصيرها لن يختلف عن الكثير من المقترحات السابقة مع ترحيب الحكومة الحذر ورفض الميليشيا الضمني لها. في هذه اللحظة تبدو مسارات الأزمة اليمنية وقد تداخلت مع التفاعلات الإقليمية والدولية على نحو أكثر وضوحا، والعقدة الأبرز على هذا الصعيد هي إيران. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي تشجب استمرار دعم إيران للميليشيا في صنعاء، والمعززة بتصريحات السفير الأمريكي أيضا حول الدور الإيراني غير المساعد في اليمن وتعمدها دعم الميليشيا بالصواريخ على حدود المملكة العربية السعودية، يقابلها حديث المستشار الخاص للرئيس الإيراني عن ضرورة تقبل الإقليم والعالم بالوضع القائم في اليمن. تبدو وكأنها تأكيد لدخول الملف اليمني خانة الملفات المعلقة بانتظار تسوية إقليمية شاملة، وهو ما يبرر كل هذا الجمود القائم على ما يبدو. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير سيد عيدروس. أهلا وسهلا، مساء النور دكتور. على الرغم من التحركات العديدة إلا أن الأزمة اليمنية يبدو وكأنها تسير نحو جمود كبير على المسارين السياسي والعسكري، برأيك إلى ما يرجع الأمر؟ شكرا جزيلا لكم وتحياتي لقناة بلقيس ولك شخصيا وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام. يعني الحقيقة أن التعقيدات تكمن في عدة عوامل مختلفة، يعني منها عوامل ترتبط بعدم التوازن بين المشروعيتين والإمكانيتين بين طرفي الأزمة، وأقصد بذلك الشرعية والإنقلابيين. الإنقلابيون لا يمتلكون مشروعية ولا يمتلكون مشروع، لكنهم يمتلكون قوة سطوا عليها سطوا. وللأسف الشديد تمكنوا من خلال الشحن العاطفي والمناطقي والطائفي
ان يكسبوا بعض الانصار من المضللين وممن اجروا لهم غسيل ادمغه. لديهم انصار كثر يجب ان نعترف بهذه الحقيقه. لكن الجانب الاخر الشرعيه التي تمتلك كل الشرعيه الدستوريه والقانونيه ولكنها مجردة من القوة بسبب الانقلاب. الانقلابات لا تأتي دائما بالخير، والانقلابات هي من أساسها عمل غير قانوني، وبالتالي ما يترتب عليها كله غير قانوني. الشرعية لا تمتلك الإمكانيات التي يمتلكها الانقلابيون، وبالتالي المشهد سيزداد تعقيدا. الأطراف الدولية باستثناء دول التعاون، مجلس التعاون الخليجي، وأقصد بشكل أساسي المملكة العربية السعودية والإمارات، بقية الأطراف الدولية للأسف الشديد تتعامل مع الطرفين وكأنهما ندين ندان لبعضهما. نعم. فتتحدث عن أطراف الصراع أو الطرفين المتحاربين، ولا تتحدث عن جاني ومجني عليه، أو عن سلطة شرعية وسلطة انقلابية متمردة يجب أن أو على الأقل طرف يحظى بالدعم الدولي ولديه سلاح، وهو الوثائق المرجعية المحلية والدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، وطرف عليه عقوبات دولية نعم ينظر إليه وكأنه ند للطرف الشرعي. فعموما يعني الطرف الدولي يلعب دور سلبي باستثناء ما تلعبه المملكة العربية السعودية والإمارات. كل الأطراف الدولية الباقية تلعب دورا سلبيا في تشجيع الطرف الانقلابي على الاستمرار في التمادي في غيه. نعم. إذن سيد دكتور عيدروس يبقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا بالحديث السيد غمدان الشريف سكرتير الصحفي لرئيس الحكومة ينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك سيد غمدان، وبداية هل يمكن اعتبار موقفكم المنفتح على مقترحات كيري موافقة على هذه المقترحات؟ سيد غمدان هل أنت معي؟ نعم معك. أولا مساء الخير. مساء النور. مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناة بلقيس. أولا الحكومة ترحب بأي حلول تستند على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على انسحاب الميليشيا وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية. ما تمخض فيه في اجتماع جدة نصت على الانسحاب وتسليم السلاح، وهذا جاءت موافقة الحكومة المبدئية على هذه القرارات. نعم سيد غمدان، الحكومة وصفت هذه المقترحات بأنها صحوة متأخرة للموقف الأمريكي، ما الجديد في هذا الموقف حتى تصفه بهذا الشكل؟ نعم أي السؤال. الحكومة وصفت هذه المقترحات التي تقدم بها كيري بأنها صحوة متأخرة للموقف الأمريكي، ما الجديد في هذا الموقف حتى تصفه بهذا الشكل؟ هو صريح، هو بكل صراحة الموقف الأمريكي كان منذ البداية يساند الشرعية الممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية في اليمن. الولايات المتحدة الأمريكية كانت واقفة، كانت من ضمن الدول 18 رائع المبادرة الخليجية، وما تركز عليه اجتماع جدة نصت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. الموقف الأمريكي في هذا التصريح كان يعني أبدأ استعداده إذا لم تلتزم ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية أنه سوف يكون هناك موقف آخر. بدأ بلغة التهديد، بدأ بالوقوف الرسمي أنه إذا لم تنساق لهذه الحلول قد تكون هذه الورقة الأخيرة لدى الحوثيين وصالح في صياغة السلام. الموقف الأمريكي بدأ أكثر صرامة في هذا في مؤتمر جدة. نعم. أعتقد أنها الفرصة الأخيرة للإنقلابيين في بالانصياغ إلى السلام والرجوع إلى المرجعيات السلام. نعم سيد غمدان، نعود إلى موضوع المقترحات وموافقة الحكومة عليها. هل لدى الحكومة أصلا خيار آخر غير الموافقة على كل ما يأتي به المجتمع الدولي وخاصة الدول الدولية الراعية للمسار السياسي في اليمن؟ نعم لدينا طريقان لإحلال السلام في اليمن، طريق المشاورات وفق المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والطريقة الثالثة هي الإرادة الوطنية
نعم. مراهنين على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأرض. اليوم القوات اليوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتقدمون نحو العاصمة اليمنية صنعاء. لدينا مراهنة كثير على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لدينا الشعب الوطني الراهن عليه، الشعب اليمني الراهن عليه. لدينا اليوم انتصارات كبيرة، نحن نمشي الحكومة اليمنية تمشي بطريقين، طريق المشاورات والطريق الثاني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي سوف تفرض إرادة الشعب بالقوة. نعم، إذن ابقي معي سيد غمدان ودعني أنقل هذه النقطة إلى الدكتور عيدروس. دكتور عيدروس، سيد غمدان يتحدث أن هنالك خيارات متاحة أمام الحكومة ومن ضمنها الخيار العسكري، بينما الأمم المتحدة تقول أن لا حل عسكري في اليمن. ما هو تعليقك؟ أنا الحقيقة يعني أولا يعني سأعود إلى موضوع موافقة الحكومة على المقترحات أو ما قيل مبادرة، لأنه حتى الآن تفاصيل المبادرة لم تتضح. ما اتضح هو الحديث العام عن الإطار العام للمبادرة، وهي قضية تزامن المسارين السياسي والأمني وتسليم السلاح إلى طرف ثالث وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. شخصيا كنت أتوقع أن الحكومة ستطرح ملاحظات على الأقل على هذا، لأنه يقدم خدمة مجانية كبيرة للحوثيين، وكما علمت بأن تلميحات قد صدرت من الطرف الإنقلابي بأنهم يرفضونها، وكما توقعت فيما قال لي ليلة مؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أنهم سيرفضون ببساطة لأنهم يريدون اليمن لهم وحدهم ولا يريدون شريكا معهم. نعم. وإذا وافقوا على مشاركة شكلية فهذا سيكون شكلية، ولذلك أنا أعتقد أن موافقة الحكومة على هذه المبادرة بما فيها من علل وعيوب يمثل خطوة ممتازة باتجاه إحلال السلام لو خلصت النوايا. نعود إلى موضوع الخيارات. أنا الحقيقة يعني أنا من أشد الداعين إلى الخيارات المدنية والخيارات السلمية فقط. نعم. لكن تبين أن هذا لا يصلح في كل زمان ومكان، وأن هناك يعني المتمردون والعصاة والعتاة لا يمكن أن يكفي معهم الخيارات السلمية، وأن الخيار العسكري يجب أن يكون رديف للخيار السلمي ومتزامن معه. وأتمنى لو أن التكتيكات العسكرية والعمل الميداني يتخذ مسارات أكثر حتى يرتدع الطرف الإنقلابي. من الواضح أنه حتى المبادرة الأمريكية كثير من المحللين والمراقبين يتساءلون لماذا لا تأتي المبادرات الإنقاذية إلا عندما يبدأ العد التنازلي بالنسبة للإنقلابيين. هناك تحركات ممتازة حصلت في تعز وفي جبهة نهم، يعني في نتائج طيبة وإن كانت بطيئة. أعتقد أن الاستمرار في هذا الزحف باتجاه العاصمة صنعاء هو ما سيجبر الطرف الإنقلابي على القبول بأدنى الحدود، وأنا أتمنى أن على الحكومة الشرعية أن تركز على الاتجاه الميداني الاتجاه العسكري، ليس بالضرورة من أجل قتل المزيد من الناس، لكن من أجل إجبار الطرف الإنقلابي على أن ينصاع للإرادة الدولية والإرادة الشعبية. نعم، إذن أنقل هذه النقطة إلى السيد غمدان الشريف. سيد غمدان، لعلك معي استمعت لحديث الدكتور عيدروس أنكم لم في البداية لم تقوموا بطرح ملاحظات على ما تقدم به كيري، برغم أنه احتوى على شيء ما يخدم الحوثيين، وأيضا التركيز على المسار العسكري على الأرض. سيد غمدان، ما زلت معنا؟ لا، أنا أتفق فيما طرحه الدكتور عيدروس. نعم، تفضل. أتفق لا بد يكون هناك خيارين، خاصة مثل هذه الميليشيا التي لا تؤمن بالسلام، خيار عسكري وخيار موادي للسلام، وهذا ما تسير عليه الحكومة الشرعية. الحكومة والحمد لله يعني استطاعت خلال الفترة السابقة أن تحرص تقدمون على مستوى محاربة الإرهاب، قامت بتحرير محافظة أبين من الجماعة الإرهابية، اليوم تحرص تقدمون في محافظة تعز، تحرص تقدمون في صنعاء. الحكومة اليوم تمضي قدما نحو رعاية الاقتصاد اليمني الذي تدهور بسبب الميليشيا الإنقلابية التي ألحقت أبس بأموال الشعب اليمني.
والحكومة تمشي بعدة اتجاهات: الاقتصاد، محاربة الإرهاب، محاربة الانقلاب. نعم. الحكومة لديها عدة طرق وعدة مسارات لاستعادة الدولة. نعم. واستطاعت خلال الفترة السابقة أن تجمع ما بينهم، واليوم الحكومة لديها مشروع البناء وإعادة العمران، إعادة الإعمار ما سببت هذه الحرب، وخاصة في المناطق المحررة اللي هم حكومة بدأت تصدير النفط. لدينا لدى الحكومة عدة خيارات لإعادة إنهاء الإنقلاب أولا، ثم تثبيت الأمن والاستقرار على الأقل في المحافظات المحررة. نعم سيد غمدان، ما إذا عدنا إلى خطة كيري، كان من الملاحظ عليها أنها تجاهلت وضع الحكومة ورئيس هادي ومستقبله، هل يعني هذا أن هناك رغبة أو توجه في إزدال الستار على حكومة هادي مستقبلا؟ حين نتكلم عن المرجعيات الثلاث وهي البادرة الخليجية وهي التنفيذية والقرار مجلس الأمن ومقيادة الحوار الوطني، فهذا يعني عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة اليمنية صنعاء، والحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد الربه منصور هادي. الرئيس عبد الربه منصور هادي ليس حديث الحديث عنه هو خط أحمر، الرئيس لابد أن يعود إلى العاصمة اليمنية صنعاء لأنه رمز الدولة، وهذا لن يحدث فيه أي حديث لأن الأمم المتحدة والعالم كله يدرك أن رمز الشرعية في الرئيس عبد الربه منصور هادي، ولم يكن هناك حديث. نعم سيد غمدان، مضطر لمقاطعتك لأن هنالك على ما يبدو مشكلة في الاتصال، سنعاود بك الاتصال لاحقا. والآن أعود إلى سيد عيدروس. دكتور عيدروس، لم تتطرق خطة كيري للحكومة وللرئيس هادي، طرحت هذا السؤال على السيد غمدان، قال أن الإشارة موجودة في المرجعيات، أن الخطة أتت بناء على المرجعيات والمرجعيات تتحدث على الرئيس هادي والحكومة، ما هو تعليقك؟ أنا أعتقد لاحظت أنا من حديث بالذات حديث وزير الخارجية الأمريكي الذي هو صاحب المبادرة لم يتطرق لأسماء، حتى لو لاحظتم اسم علي عبد الله صالح أو أتباع صالح لم يشر إليهم، وهذا يحمل أحد معنيين: أما أنهم لا يريدون الاعتراف بأن صالح له دور سياسي، أو أنهم يتسترون على صالح لأنه الصديق الأوفى للأمريكان، هو صديق الأمريكان أكثر من عبد ربه منصور ومن البقية. عموما أنا أعتقد أن أي حديث عن المساس بشرعية الرئيس هادي بغض النظر عن ملاحظاتنا على مستوى أداء السلطة التي تمثله والحكومة وأجهزتها، أنه يعني انصياع لإرادة الطرف الإنقلابي. أي توافقات يجب أن تتم في ظل رئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستمراره حتى إكمال فترته الانتقالية؟ وعلى العموم الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يريد أن يخلد إلى الأبد كما يفعل علي عبد الله صالح. معلوماتي وأنا من الذين جلسوا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وعرفت منه أنه يريد أن الخلاص من هذه الفترة ليخلد إلى الراحة. يعني أقصد أنه هناك فرق بين أنه للرئيس عبد ربه منصور هادي فترة انتقالية يجب أن ينجزها والانتقال إلى انتخابات ديمقراطية حرة، وبين أنه يكون موضوع مساومة. يجب أن لا يكون منصب الرئيس موضوع مساومة، حتى لو قالوا بيجيبوا لنا مهاتير محمد ولا نيلسون مانديلا ولا المهاتما غاندي، يجب أن يكون موضوع الرئيس رئيسا شرعيا إلى أن تستجد بالأوضاع، وعندها إذا أراد الرئيس أن يغادر أما عن طريق الاستقالة أو عن طريق يعني الإعلان عن الانتخابات رئاسية. نعم. حينها لكل هذا الحديث. نعم وضحت الفكرة دكتور. سمعت التسريبات التي تحدثت عن تنصيب رئيس مؤقت وتنصيب نائب رئيس مؤقت ورئيس وزراء مؤقت إلى آخره، هذه كلها تمنيات. نعم. يريد الطرف الإنقلابي أن يجسبها نبض الشارع وأن يهيئ الرأي العام لتهيئة أسماء هي أصلا مطلوبة للعدالة الدولية. نعم وضحت الفكرة دكتور عيدروس، واسمح لي لأن أعود لسيد غمدان لأنه عاد معنا لأسأله عن الطرف الثالث. الآن خطة كيري تتحدث عن تسليم السلاح للطرف الثالث، من هو الطرف الثالث؟ أولا أكد لك أن خطة كيري لحد يومنا هذا لم تطرح بشكل رسمي، لم تكن الحكومة هي مجرد أفكار وآراء. الطرف الثالث سوف يتم تحديدهم من ورد المنقبي والجسير،
الحكومه لا ترفض ان يكون يسلم سلاح الميليشيا الانقلابيه طرفا ثالث. ابدت يعني موافقتها سابقا يستلم سلاح الجهه المحايده. الحكومه تريد ان يستلم هذا السلاح الذي يهم من الدوله والذي هو ملك الدوله الى 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 الى, إلى طرف محايد يتحكم من الدوله. نعم نعتذر مشاهدينا الكرام على رداءة الصوت، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد غمدان من جديد. أعود لك دكتور غمدان وبالحديث عن دكتورة عيدروس عفوا بالحديث عن الطرف الثالث. على الرغم من الموقف الحكومي المرحب بهذه المقترحات إلا أنها عادت لتؤكد أن الطرف الثالث لا يجب أن يخرج عن إطار المؤسسات الدولة الشرعية. كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الموقف؟ أنا أعتقد أن حكاية وجود طرف ثالث يعني هي تعبير عائم، يعني تعبير مطاط لا يقبل تفسير محدد ملموس. أولا في اليمن لا يوجد طرف ثالث محلي. نعم. فالطرفان يعني واضحان في اليمن، لا يمكن أن نحتكم إلى شيوخ القبائل أو إلى مؤسسات المجتمع المدني التي الطرف الإنقلابي يقمعها والطرف الحكومي يعني غالبا يتهم بانها تابعه له، يعني وهي ليست قادره على القيام بمثل هذا، ولا مشايخ القبائل كما قلت، ولا يمكن توجيد محكمين محليين يعني ذوي قدره وامكانيات لوجستيه وماديه تمكنهم من القيام بالمهمه. الطرف الثالث قد يقول البعض طرف دولي او اقليمي. نعم. او محلي. هذا ما كنت ساتي به لك دكتور عيدروس، لماذا لا يكون الطرف الثالث هو قوة دولية تتبع للامم المتحدة تتسلم السلاح وتتصرف به؟ اكزاكتلي بالضبط، يعني بالضبط هذا ما كنت اريد الوصول اليه. اذا هناك طرف ثالث وهو معناته قوة دولية، هذا القوة يجب ان تكون قوة ضخمة تمتلك امكانيات وقاعدة معلومات متكاملة، لان نعم. ما سرق ما نهب من مؤسسات الدولة من مخازنها. أنا أعتقد حتى الرئيس عبد الرب منصور هادي ووزير الدفاع ليس لديهم بيانات متكاملة، لأن السر الوحيد هو مع علي عبد الله صالح وأنصاره الذين يعرفون ماذا كانت تحتوي مخازن الأسلحة. نعم. والذين ظلوا معزلين يظلوا في مراكزهم حتى بعد الإنقلاب أو أثناء الإنقلاب. فعموما يعني الطرف الثالث سيكون مشكلة. سيبرز لنا سؤال آخر فرعي وهو أكثر أهمية يعني وأكثر تعقيدا كما يقول السياسيون، حيث تكمن شيطان التفاصيل. ما هو نعم. السلاح الذي سيسلم؟ نعم، يعني نحن نعرف مخاتلة ومخادعة الطرف الانقلابي، سيسلمون نصف الأسلحة للمواطنين الذين سيسمونهم مواطنين وهم من أنصاره، ويقولوا هذا سلاح شخصي. لا نستبعد أن يظهر لنا واحد من 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 انصار الحوثيين يمتلك دبابات ومدفعيات بعيد في المدى ويقول لك هذا ملكي انا اشتريته بفلوسي، لان في اليمن مساحه نعم. الاسلحه الخاصه بالافراد لا يمكن التمييز بينها وبين الاسلحه التي تابعه للميليشيات او للطرف الانقلابي، فالموضوع سيكون معقد. لكن نعم. كما قلت وصلت الفكره دكتور عيدروس، سوف تسير الأمور بشكل أطيب، لكن عندي يقين أن الطرف الإنقلابي لن ينطع حتى نعم. لهذا الخيار الذي هو يقدمه. نعم، إذن الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، شكرا جزيلا لك. ولا مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء. هي أهلا فيك سيدة ميساء. كيف يبدو الموقف الدولي في هذه اللحظة حيال الأزمة اليمنية؟ هو طبعا موقف ضاغط باتجاه التسوية، لكن كما تعلمين التسوية فيها عدة مشاكل، خصوصا الحوثي تحديدا، لأنه مسألة تسليم الأسلحة يبدو أنه لديه بعض التحفظات أو سقف عالي في هذه المسألة وعنده اشتراطات صعبة، وهو صعب الضغط على الحوثي بحكم منها ميليشيا ليست لها علاقات بالعالم اصلا. هذا نقطة، والنقطة الثانية كمان هناك جمود عالمي، امريكا الان في انتخابات. نعم. العالم مشغول بتركيا،
بعد الانقلاب وغيرها من قضايا. يعني في قضايا كثيرة بتشغل العالم ليس من بينها الأولوية، مش من بينها اليمن يعني. نعم سيدة مساء. وبعتقد كمان الإدارة الأمريكية، مرحلة تغير الإدارة الأمريكية مرحلة بتكون في السياسة الخارجية الغربية والأمريكية. نعم. تحديدا. نعم سيدة مساء، كان معي السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة سيد غمدان الشريف، وتحدث أن خطة كيري لم تسلم للحكومة بشكل رسمي، هل يعني هذا أنها ما زالت تحت النقاش مع الحوثيين؟ أنا الذي رأيته أنها ليست هناك خطة، هناك خطوط عامة، يعني نقاط عامة طرحها. نعم. وهي بعضها يعني مكرر مطروح دائما، يعني أثناء الكويت مفاوضات الكويت كلنا كنا نتحدث أنه المطروح هو تزامن لعملية الانسحاب وتسليم الأسلحة مع تشكيل الحكومة، هذا لتفادي مسألة الأولوية، لأن الأولوية حسب القرار الأممي والذي كان تتمسك به الحكومة الأمنية في الرياض. نعم. هي أنه الأولوية هو الأول تسليم الأسلحة والانسحاب ثم تشكيل الحكومة، والحوثي يطالب بالعكس. نعم. فحاولوا أنهم يتفادوها بالحديث عن تزامن للعملية. والذي رأيت الشيء المختلف الوحيد عند كيري هو تركيزه على مسألة الحدود السعودية وأمن السعودية والصواريخ الباليستية، واضح أنه في مفاوضات يعني. نعم، وأن لا حل إلا عن طريق المسار السياسي. إذن هل تتوقعي عودة الأطراف السياسية للمشاورات قريبا وفق هذه الخطة؟ لا أتوقع بصراحة، يعني لا يوجد شيء جديد بالساحة يعني قوي إلى هذا الحد. لا أرى ضغط دبلوماسي يعني كبير على كلا الطرفين. أعتقد أنه لا زالت الكلمة الآن للجبهة العسكرية، ولكن ربما يحدث يعني ينجح إسماعيل ولد الشيخ في اختراق دبلوماسي ما أو سياسي ما مع طرف ما، أو أنه تظل الجبهة العسكرية إلى أن يشعر طرف ما بالضغط أكثر أنه يقدم تنازلات أكثر. هذا هو الحال، يعني هذا هو اللي ممكن يحصل زحزحة. إذن ماذا عن الاشتراطات التي يطرحها الأطراف؟ هل هنالك ما زال مساحة للاشتراط ولطاهر رحام مثل هذا في هذه اللحظة وبهذا الموقف؟ هو طبعا الحوثي مشكلة تسليم الأسلحة هي مشكلة شوية عويصة، لأن الحوثي يشترط تسليم بقية الميليشيات الأسلحة، وهذه ميليشيات صعبة ضبطها، يعني الميليشيات. نعم. الموجودة في المناطق الأخرى بالذات في الجنوب هي ميليشيات ليس لها قيادة وصعب ضبطها، فربط تسليم للأسلحة بالميليشيات الأخرى هي فيها فخ. يعني مسألة تشكيل الحكومة ممكن تكون فيها بعض العراقيل بخصوص بعض يعني بخصوص بعض القضايا، خصوصا التعيينات اللي قام بها الحوثي في الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. نعم. يعني في قضايا كثير طبعا يعني شائكة في المسألة. نعم. والأسوأ هو انعدام الثقة ما بين الطرفين. نعم. إذن سيدة ميساء شجاع الدين كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالنهاية إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة، وكان معي من المملكة المتحدة الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وانضم معنا مؤخرا من القاهرة السيدة ميساء شجاع الدين كاتبة وصحفية يمنية. بالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة، نلقاكم على خير.